السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخ شين اوبورتونيتي بو ريوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر الاعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس نيفو السيزيام من كتاب باركور فرونسي. دونك غنشوفوا ايفالياسيون سوتيان اي كونسوليداسيون. Donc, je vous communication acte de langage, la page 204, unité 6. Donc, radin je vous une évaluation, soutien et consolidation des unités 4 ou 5 ou 6. Donc, radin je vous fait la vidéo là, la page 204 dial kitab dialna parcours français. Donc, اول حاجه هي هذه اللي كما تشوفوا la situation numéro 1, dès que j'observe l'image et j'explique le phénomène de réchauffement climatique ou effet de serre. دونك شنو هي ظاهره هاد الظاهره هادي ديال الريشوفمون كليماتيك؟ هي ظاهره بالعربيه كنعرفو ظاهره الاحتباس الحراري. اذا ظاهره الاحتباس الحراري اذا غادي نحاولوا نهضروا عليها نص قالك غادي نحاولوا نشرحوا شنو هي ظاهره الاحتباس الحراري. دونك انا نحاول نكتب لكم شويه هنايا على هاد الظاهره هادي كما تشوفوا. دونك لو ريشوفمون كليماتيك est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes. De façon plus précise, lorsque l'on parle de réchauffement climatique, on parle de l'augmentation des températures liées à l'activité industrielle et notamment à l'effet de serre. Il s'agit donc d'une forme dont les causes ne sont pas naturelles, mais économiques et industrielles. De nombreux scientifiques étudient ce phénomène et tentent de comprendre comment les activités des sociétés humaines provoquent ce réchauffement. Ces scientifiques sont regroupés au sein du groupe international d'experts sur le climat et elles publient régulièrement des rapports étudiant l'évolution du réchauffement climatique. Donc, comme je vois, dans ce cas, on a une droite à la dahira de l'ihtibas al-harari. Et منين تجي هاد الظاهرة الاحتباس الحراري؟ قالك بأن ظاهرة الاحتباس الحراري هي ظاهرة يعني عالمية. شنو هي؟ تعتمد على تغير ديال درجة ديال المناخ. هو تغير المناخ. دونك تكون ارتفاع في درجة ديال الحرارة العادية اللي تكون سائدة. إذا من بتوضيح أكثر دو فاسون بلو بريسيز قالك فاش تنهضرو على الاحتباس الحراري تنهضرو على الارتفاع ديال درجات الحرارة اللي تيكون مرتبط بالأنشطة الصناعية. إذا شنو هما الأسباب ديال الأسباب الطبيعية لدائرة الاحتباس الحراري؟ هما ما تيكونوش أسباب طبيعية ولكن أسباب عندهم علاقة اقتصادية ولا صناعية. دونك الإنسان هو اللي تيتسبب في دائرة الاحتباس الحراري بالأنشطة الصناعية والأنشطة الاقتصادية اللي تيقوم فيها على وجه الأرض. قالك بأن العديد من السيونتيفيك يعني ديال العلماء الأخصائيين في هذا المجال هما تيحاولوا يفهموا هاد الظاهره هذه وشنا هما الانشطه المرتبطه بها اللي تيقوم بها الانسان. دونك هما تجمعوا وداروا واحد الجروب. دونك وهاد الجروب هذا هو العالمي يعني تيعتنيو بالمناخ. دونك هما تيديروا لي رابور ديالهم وتيبوبليوهم باش تيهضروا على هاد ليفولوسيون ديال هاد لي شوفمون الريشوفمون كليماتيك ظاهرة الاحتباس الحراري. دونك غادي نمشيو لا سيتياسيون نيميرو 2. قال لك جوبسيرف ليماج اي جانفورم سور لو فينومين سوسيال ايلستري. دونك هاد الظاهرة هادي شنو هي الظاهرة؟ اذا كما تشوفوا في هاد الصورة هادي عندنا الغذاء الصحي كما تشوفوا تيعتمدوا على النباتات يعني على الخضار والفواكه، وعندنا الغذاء غير الصحي اللي تيعتمد على الفاست فود ولا لا ريستوراسيون رابيد اللي كتشوفوا تما البرغر، تشوفوا لا باتيسري، تشوفوا دي فريت بيتزا. دونك هذه تتسمى لا ريستوراسيون رابيد ولا الفاست فود. دونك الغذاء الصحي والغذاء غير الصحي. دونك غادي نحاولوا نهضروا على الغذاء اون اليمونطاسيون سين اون اليمونطاسيون مال سين. الغذاء الصحي والغذاء غير الصحي.
Une alimentation saine est une pratique alimentaire qui permet de maintenir ou d'améliorer sa santé générale. Une bonne alimentation fournit à l'organisme les nutriments essentiels, fluides, acides aminés essentiels, des protéines, acides gras, vitamines, minéraux et suffisamment de calories. Une alimentation saine peut être satisfaite par une variété d'aliments d'origine végétale ou animale. Une alimentation malsaine est caractérisée par l'insuffisance, voire l'inexistence d'éléments indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Actuellement, l'habitude alimentaire de la population urbaine se tourne généralement vers les aliments transformés et les restaurations rapides. Pourtant, ces nourritures sont composées en grande partie de graisse et de produits chimiques responsables d'un dysfonctionnement au niveau des artères. Et donc, comme je vous disais, nous allons parler de la nourriture saine et de la nourriture non saine. Nous avons dit l'alimentation saine ou la التغذيه الصحيه هي تغذيه متوازنه تتعتمد على كل ما هو نباتي ولا حيواني وتكون اذا غني بالبروتينات وغني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه وكاين فيه لي كالوري يعني الطاقه كذلك وبالنسبه اليمونطاسيون مارسين هي التغذيه غير الصحيه ولا التغذيه غير المتوازنه هي تكون فيه تيكونوا هاد المواد هادو قلالين وتتعتمد على لا ريستوراسيون رابيد يعني على الفاست فود اذا تيكونوا فيه قلنا كما شفتوا تيكونوا فيه البرغر والفريت وتيكونوا فيه يعني الحاجه اللي تدار بسرعه اذا تيكون فيه تيكون غنيه بلا غريس دونك هذا تيسبب واحد المشكل ديال او نيفو دي زارتير يعني في ديال القلب ولا يعني في صحة الانسان اذا نمشيو لا سيتوياسيون نيميرو 3 قالك جوبسيرف ليماج اي جو ديكري لا بيرسون ريبريزونتي او ميليو اذا كما تشوفوا هذه رقصه من رقصات ديال المغرب ديال الاطلس دونك كما تشوفوا هذا لو مايسترو ديالهم اللي ديجا راه هذا لو فو مايسترو اللي ديجا مات دونك غادي نحاولوا نوصفوا هاد الشخصيه هذا اللي قدامنا في الوسط اذا شنو تيدير غادي نحاولوا نوصفوه اللباس ديالو وشنو تيدير الرقصه اللي تيدير اذا فوسي موحى والحسين اشيبان اذا هذا سميتو هذا هو لو فو موحى والحسين اشيبان يعني هو ديجا مات دونك فوسي موحى والحسين اشيبان Le maestro de la danse amazigh Ahidous. إذن هو المايسترو ديال رقصة ديال أمازيغية اللي سميتها أحيدوس. Pourtant, je nous lève. Pourtant, une djellaba blanche et un turban d'un blond immaculé et porte dans ses mains un bendir. Donc, هو لابس واحد djellaba بيضة ولابس واحد العمامة اللي هي كذلك بيضة نقية وهز في يديه واحد البندير. Au milieu des femmes ايزو ايوم اذا هو في الوسط ديال واحد الجروب ديال النساء والرجال اتاشي يعني ملاصقين بعضياتهم فورم دي روند اونديولونت يعني هما تيديروا لنا تيديروا واحد الدوائر اللي تيكونوا تيتحركوا اكومباني دو شون اون بربير ريتمي اذا هو تيغنيو اذا اغاني البربريه ولا الاغاني الامازيغيه تكون عندها واحد لو ريتم دونك حاولنا نشرحوا ولا حاولنا نوصفوا هاد الشخصيه هذا اللي كاين في الميليو ديال هاد الناس هادو اذا قلنا هذا هو موحى والحسين اشيبان اذا ديجا قلنا مات الله يرحمه دونك حاولنا نوصفوه في هاد النص هذا اذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدمه في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو لي لين ديالها في لا بوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء